زلزال بقوة 7 ريختر يضرب المغرب. ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر المغرب في وقت مبكر اليوم السبت. وحسب مركز الزلازل، وقع زلزال المغرب على عمق 10 كيلومترات وعلى بعد 16 كيلومتر من قرية لات نعقوب وسط البلاد. وارتفعت حصيلة قتل الزلزال الذي ضرب المغرب ليلة الجمعة إلى 820 قتيلا على الأقل وفقا لوزارة الداخلية المغربية. وكما قال مسؤول محلي إن معظم الوفيات كانت في مناطق الجبال التي يصعب الوصول إليها. وكما أفاد المعهد الوطني في المغرب أنه تم تسجيل زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر بإقليم الحوز وسط البلاد في الساعة 11 مساء من ليل الجمعة بتوقيت المغرب. وكما أظهرت مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مباني مدمرة ومباني أخرى تهتز وشوارع يملؤها حطام متناثر، وشهد الناس يهربون في حالة من الذعر، والبعض كان يمشي وسط سحب من الغبار. وأفاد التقارير بوجود عائلات ما زالت عالقة تحت حطام منازلها. وكما شهدت المستشفيات في مدينة مراكش تدفقا للجرحى من مختلف المناطق، ودعت السلطات المواطنين إلى التبرع بالدم. وقد قرر السكان البقاء خارج منازلهم تحسبا لوقوع زلازل أخرى قوية. وعلى الصعيد ردود الفعل الدولية، قال رئيس الوزراء الهندي الذي كان يتحدث في قمة 20 إن المجتمع الدولي سوف يهب لمساعدة المغرب. وقد عرض رئيس الوزراء الإسباني في بيانه التضامن والدعم للشعب المغربي. وقال الرئيس الفرنسي إنه شعر بأنه محطم نفسيا وداخليا بسبب الأخبار، وعرض تقديم المساعدة للمغرب وشعب المغرب. دمتم بخير. شقة كل شيء ممتع، كل لغة نضع، كل لغة نضع، أعطينا الله رقيع، أعطينا الله رقيع.